باش درنا الجملي تاع المخازن هذا. عدد من مشاريع إنجاز مراكز جوارية لتجميع الحبوب، استفادت ولاية الواد منه ب 11 مجمع جواري والصومعة. فيما يخص الصومعة فهي مسيرة مركزيا ستنطلق بعد استكمال الإجراءات بمنطقة الفولية. أما فيما يخصنا فهناك 11 مركز جواري لتجميع الحبوب، منها أولها الذي سنضع له حجر الأساس اليوم بمنطقة ورماس، وستليه المراكز الجوارية الأخرى في بلديات الطالب العربي ودوار الماء وبنقشة وحاسي خليفة والعلندة. ولاية الواد في الخمس سنوات الأخيرة تقريبا تشهد زيادة في المساحة المسقية للحبوب، وين لحقنا تقريبا لحوالي 10,000 هكتار، ونطمح إن شاء الله في عند دخول حيز الخدمة لهذه المخازن إلى توسيع هذه المساحة. نستبشر خير يعني من هذا المشروع، ونشكر يعني للسلطات المحلية والوطنية على هذه الالتفاتة ومزيد يعني من الإنجازات لصالح البلدية.